إذن السي عبد العالي الخفي، وحنا كنتكلموا على موضوع اللي خاص بالمدة ديال السياقة وأيضا المدة ديال الراحة ديال السائق المهني، وحنا كنعرفوا بأن السياقة متعبة جدا، يعني لساعات هي متعبة، فما بالك أنه بشكل يومي يعني الساعات اللي هي طويلة جدا. كما ذكرت أنه مدة السياقة خاصة تكون 9 سوايع خلال 24 ساعة، وخاص 45 دقيقة ديال الراحة. واش هذا الشيء اليوم يطبق على أرض الواقع؟ احنا يعني ولفنا معك الشفافية والوضوح أستاذ الخفي. بداية كنبغي نترحم على شهداء هاد 9 سوايع، انه عندنا واحد العدد هائل من السائقين اللي رحمهم الله كان ضحايا ديال الحوادث سير بسبب العياء والنوم ديالهم. وتقريبا منذ تفعيل مدونة السير من سنة 2010 إلى يومنا هذا لم تفعل هذه المادة بالضبط. نعم. التي هي فيها سلامة للسائق وسلامة كذلك لمستعملي الطريق. للأسف 12 سنة وكنا ننتظر أن مع الحكومة الجديدة واللقاء اللي كان تم مع وزير النقل السي محمد بن عبد الجليل يوم 28 ديسمبر 2021، وقلنا بالحرف وفي الاجتماع الرسمي اللي كان رأسه هو يا ودي راه يجب تفعيل هذه المادة هذه، ويجب تفعيل حوايج اخرين اللي هما كيخدموا السائقين وكيخدموا السلامة الطرقية. للأسف وهذه هي النقطة التي أفادت الكأس، وأن مديرية النقل هي تابعة لوزارة النقل، مديرية النقل جابت لنا واحد الرد لحد الساعة ما بغاش ذاك الرد تصرط لي أنا بعدا بكل صراحة، إن ذاك الرد اللي جاوبيه عشان نقول كردونا سدج بهذه العبارة. كيفاش كتجي المديرية ديال النقل كتقول لنا يا ودي راه ما يمكنش نكونتروليو السوايع في الورق الديسك اللي كيتسجل فيه، عندنا الديسك فيه 24 ساعة. نعم. قال لك ما يمكنش اننا نراقبوا ساعات السياقه والراحه في ظل هاد الكرونو اللي هو كيحتوي على الورق المغناطيسي، وغنتسناو حتى يجينا كرونو نيميريك يعني موتي احمر بهذه العباره. وقتاش غادي يجي هاد؟ دابا حنا دابا حنا ولينا كنشوف. اذا المبررات هي بالنسبه لكم انتم كسائقين مهنيين هي غير انا لو انسيس ماشي بعيد هي لو انسيس هاد الشهر، يعني نهار واحد في شهر 6 شهر 6 نعم. من بعد ما جا داك التبرير المبهم انا راه يوم يشرحوا لي الناس ديال الاداره، ولكن ما بغاش يدخل لي انا راسي طنن بهاد العباره هادي. لو انسيس المراقبه الطرق ديال مدينه فاس عمرو واحد البيفيل واحد السائق بحجة أنه ما احترم ساعات السياقة والراحة. كيفاش هاد الناس عرفوا يقراو ساعات السياقة والراحة والإدارة كتقول لنا ما يمكنش نقراو ساعات السياقة والراحة بحجة أن شكون اللي غيضمن ليا 12 ساعة ديال الروبو؟ وهذا راه الحماق. ملي كتولي انت اطار وما عارفش في غادي تضبط 12 ساعه ديال الروبو، يعني راه كيفاش وليتو اطور ما فهمتش. نعم. وانا كنشوف هاد الوثيقه امامي استاذي. نعم تفضل. نعم. هذاك الديسك عندنا فيه 24 ساعه. ملي كنخدموا 9 سوايع هذاك الديسك كيبقى في لاباراي. لاباراي فيها واحد لاتوش ديال لولي كيورك عليه كيولي تراسي الروبو، يعني اللي غيضمن لك 12 ساعه ايها المسؤول راه هو الديسك بحداته كيبقى في لاباراي حتى كيتراسي لنا 12 ساعه ديال الروبو. وملي كنبغيو نوضو نديماريو من جديد كنديرو ديسك اخر جديد باش نبداو يوم جديد. هنا بكل صراحه ما عرفناش. انا كنقولها هذه حكومه باترونا، الوزير حتى هو مستثمر ومن عائله مستثمره، كاين اوتور داخل الاداره اللي حتى هي العائله ديالها مستثمره في قطاع النقل. يعني واش بغينا نعرفوا؟ واش كدافعوا على المواطنين؟ واش بالفعل كاينه شي سلامه طرقيه؟ ولا حنا عندنا الشعار ديال السلامه الطرقيه مع العلم ان عندنا واحد العدد هائل كيف قلنا سابقا رحمهم الله ماتوا بسبب العياء والنوم. ما بقيناش فاهمين الا كان غير الشعار مرفوع ديال السلامه الطرقيه نقولوا بلاش من هذا الشعار، ان هذا الشعار ترفع من 79 ملي كانت الجمعيه الوطنيه وجات اللجنه الوطنيه وجات الوكاله الوطنيه وباقي كتجيبوا لنا بحال واش ما كيجيب لهم الله المغاربه. هاد الناس راه المغاربه عندهم الكرون.